أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. في هذه الفقرة سنناقش مطالب العمال من الرئيس محمد مرسي قبل عيدهم. كلنا نتذكر قبل الثورة في عيد العمال، كان عيد العمال بيعقد في قاعة المؤتمرات، وكلنا فاكرين فعاليات هذا العيد لما كان العمال يقفوا يقولوا المنحة يا ريس، وكلنا فاكرين يعني صورة هذا العيد. لكن بعد الثورة بالتأكيد كل شيء بيكون مختلف في جوهره، بيكون مختلف في مطالبه. عمال ما بعد الثورة بالتأكيد يختلفون تماما عن ما قبل الثورة. أعلن من قبل مؤسسة الرئاسة إن الاحتفال هذا العام فيما بعد الثورة واللي بعد أيام تقريبا سيكون يوم الثلاثاء اللي هو آخر شهر أبريل وأول شهر مايو، سيكون الاحتفال في أحد القصور الرئاسية. فهل يعني ذلك أن الاحتفال هذا العام بعيد العمال سيكون مختلفا في جوهره عن ما كان قبل الثورة، أم أنه مجرد بروتوكول سوري ديكوري أو محاولة احتواء كما يصفه البعض في عيد العمال من مؤسسة الرئاسة لعمال مصر؟ بالتأكيد عمال مصر لهم مطالب كثيرة هم عرضوها قبل الاحتفال بعيدهم، وفي هذه الحلقة سنناقش هذه المطالب، سنناقش كيفية الاحتفال بعيد العمال وكيف يكون معنا قبل أن يكون مظهرا ومبنى. أيضا سنتحدث عن القانون الذي يخص العمال وقانون الاتحادات العمالية ومشاركة الاتحادات العمالية في هذا الاحتفال. كل هذا سنناقشه مع ضيفي في الاستوديو. أرحب بالأستاذ عبد الفتاح خطاب أمين عام اتحاد عمال مصر. أهلا بك يا أستاذ عبد الفتاح. أهلا بك يا فندم. كما أرحب بالدكتور محمد عنتر مستشار وزير القوى العاملة والهجرة. دكتور محمد أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. اسمحوا لي بس قبل ما نبدأ النقاش نتوقف مع هذا الفاصل الذي يرصد لمطالب عمال مصر في عيدهم، ثم نعود إلى الحوار مرة أخرى. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء. نناقش مطالب عمال مصر قبل الاحتفال بعيدهم الذي سيتم هذا العام في أحد القصور الرئاسية وليس في قاعة المؤتمرات كما كان من قبل الثورة. معي ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الفتاح خطاب والدكتور محمد عنتر. أبدأ بالأستاذ عبد الفتاح خطاب. أستاذ عبد الفتاح، هل هناك معنى لاحتفال عيد العمال هذا العام من قبل مؤسسة الرئاسة في أحد القصور الرئاسية؟ هو الاحتفال في الأصل بيقيمه العمال، وكانت فكرة من العمال ان احنا بنشر عمال مصر ان هذه القصور الرئاسية ملك للعمال، فتم اختيار قصر القبة الذي يفتح لرؤساء الملوك، وبندي معنى ان العمال مش اقل من رؤساء الملوك، العمال هم قاطرة التنمية في المرحلة القادمة، فالاحتفال كلية مختلف عن ما قبل. يمكن في بعض العمال اصابهم اليأس، اصابهم الإحباط، ولكن احنا انا بتوقع ان بعد عيد العمال نتيجة المطالب وثيقة المطالب والحقوق التي تقدم بها اتحاد العمال النهارده في مجلس الوزراء مع رئيس مجلس الوزراء وفي اللقاء مع الدكتور مرسي وفي خطاب العمال يوم الثلاثاء القادم، انا اعتقد ان كل ما يشعر به العمال سيحسوا به ان هو تم طلبه من اعلى قيادة سياسية موجودة وقيادة تنفيذية، يعني بمعنى أدق سيحسوا بنبضهم أن ما يشعرون به تم طلبه من السلطة التنفيذية الموجودة في الدولة، ووضعنا آلية لتنفيذ ذلك مش لكن مجرد مطالب. أستاذ عبد الفتاح، هل وجهت الدعوة إلى كل النقابات
وإلى كل الممثلين العمال، لأن كان هناك إشاعات، يمكن إحنا أذعنا في نشرة الأخبار منذ قليل أن كان هناك إشاعات أن في 8 شخصيات نقابية عمالية لن تحضر هذا الاجتماع، بينما نفت وزارة القوى العاملة هذا. لا، إحنا اتحاد العمال بيوجه هذه الدعوات، ونحن يعني أنتم القائمين بالموضوع أم مؤسسة الرئاسة؟ نحن قائمين بالموضوع من كافة ترتيباته إلا الناحية الأمنية. الناحية الأمنية دي مش شغل اتحاد العمال، إنما شغل مؤسسة الرئاسة أو أمن الرئاسي، ولكن الدعوات والشخصيات تدعى نحن نتولى ذلك في اتحاد العمال، والدعوة ترسل باسم اتحاد العمال. لكن تردد أن النقابات المستقلة رفضت أنها تحضر وقالت أن ميداننا هو ميدان التحرير وليس القصور الرئاسي. ده حصل، وده وجهة نظرهم وتحترم، وده كان مبادرة من وزير القوى العاملة الأستاذ خالد الأزهري، أنه كان عايز يضمن هذا الاحتفال جميع ممثلي العمال سواء في الاتحاد العام نقابات مصر أو في الاتحادات الأخرى. هم ليه بيعتبروا لقاءات بروتوكولية على حد تصريحاتهم؟ يعني لقاء بروتوكولي، يعني هم شايفين أن الموضوع مش موضوع قصور رئاسية أو غيره، هو شايفينه ليس جوهر ولكنه مظهر أو بروتوكول لن يفيدهم في شيء. أنا أعتقد أن دور القيادات العمالية توصيل نبض العمال ومطالب العمال وآلام العمال للسلطة التنفيذية، فده الدور اللي احنا بنقوم بيه او اللي احنا واخدينه كاتحاد عام نقابات عمال مصر، ان احنا بنتبنى مطالب العمال المشروعه ونعرضها على السلطه، لان هذه المطالب كيف تتحقق الا لما نعرضها على السلطه التنفيذيه ومؤسسه الرئاسه. حركه الاشتراكيون الثوريون اعلنت ان عمال مصر سيستقبلون عيدهم بموجه من الاضرابات والاعتصامات، هل هذا معناه ايضا ان هم شايفين ان هذا اللقاء سيكون غير مثمر؟ انا بقول لحضرتك هو ده فكر وده منهج. احنا منهجنا فاهم حضرتك ان احنا نشوف الاسباب اللي بتؤدي للعصامات والضربات، حطينا ايدينا عليها، جهزنا رؤيه كامله متكامله وسميناها وثيقه حقوق عمال مصر عشان نقدر نزيل كل المشاكل والعقبات اللي بتقابل عمال، لدرجه ان احنا النهارده بصينا على التنميه، لان عارف حضرتك التنميه هي اساس العداله الاجتماعيه، والتنميه اللي اساسها العمال ومن اجل العمال، فاحنا بنضع الحلول علشان تقدر البلد تستقر، لان لو ما فيش تنميه ما فيش عداله اجتماعيه. نعم، طيب هو ده الدور اللي جابه. انا هنتقل الى السلطه التنفيذيه، دكتور محمد عنتر مستشار وزير القوى العامله والهجره، يعني الاحتفال كيف لا يتحول الى احتفال بروتوكولي؟ هل سبقته استعدادات معينه لتحقيق هذه المطالب؟ لان مش معقوله هتنتظروا في الاحتفال بعيد العمال ان هم يعرضوا مطالبهم ثم تعيدونهم بايه؟ بمناقشه هذه المطالب، هو ده كده يبقى بروتوكولي ويبقى بالتاكيد غير مثمر من وجهه نظري. وفي الحقيقه الوزاره يعني بنقول دايما نحن قوم عمليون، احنا مش منتظرين الاحتفال عشان نتفاعل مع مطالب العمال، بالعكس احنا بدانا من قبل كده بوقت طويل في تلبيه هذه المطالب والتفاعل معها. مثال لذلك قانون الحريات النقابيه، احنا في الحقيقه في الوزاره دعينا كل الاطراف سواء الاتحاد العام للعمال او النقابات المستقله، كذلك دعينا منظمه العمل الدوليه لمجموعه من الحوارات المجتمعية من كافة الأطراف لمناقشة قانون الحريات النقابية، وحضرها مختلف الحركات العمالية، وفي الحقيقة في أكثر من أطروحة، هل يتم تعديل القانون الحالي، هل يتم طرح قانون جديد، وما هي مقترحات كل طرف. ده بدأنا بالفعل قبل ما يجي عيد العمال بعدة شهور. النقابات المستقلة حضرت؟ حضر بالفعل، وحضر ممثلين عنها، ووجهت دعوة للجميع، وتم أيضا برعاية منظمة العمل الدولية بحيث يبقى في نوع من التوافق بين مطالب العمال والخاص بالحريات النقابية والمواد اللي هيتم صياغتها في القانون مع الاتفاقيات الدولية. فاحنا مش منتظرين في الحقيقة الاحتفال عشان نتفاعل مع المطالب، بالعكس من قبل كده واحنا بادئين ده في مجال الحريات النقابية، كذلك في مجال الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كان في مشروع قانون صادر من مجلس الشورى، وبالفعل بدأت الوزارات المختلفة والجهاز الإداري للدولة يبدأ في إجراءات تنفيذية. أضف إلى ذلك أيضا المطلب الخاص بالتعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات العمالية، احنا عندنا في الوزارة فريق كامل بيتعامل مع هذا الأمر خاص بعلاقات العمل، فريق العلاقات العمل المفاوضة الجماعية، ما فيش إضراب بيتم أو اعتصام إلا بينزل الفريق ويتعامل معاه ويشوف مطالب العمال إيه، وعندنا أرقام وإحصائيات نقدر نوضح من خلالها إزاي الوزارة بتتفاعل مع هذه المطالب بمجرد أن تحدث. يعني حضرتك مثلا على سبيل المثال من أغسطس لحد النهاردة كان في حوالي 361 احتجاج عمالي تموا في مختلف المصانع، فريق الوزارة المتمثل في فريق علاقات العمل والمفاوضة الجماعية سواء في ديوان عام الوزارة أو المديريات نزلوا وتفاعلوا مع هذه الإضرابات، وتم بفضل الله حل حوالي 80% من هذه الاحتجاجات.
بالتسويه الوديه دون اللجوء للاجراءات القانونيه، بان الفريق بينزل بيقعد مع العمال بيشوف مطالبهم ايه، طالما انها مطالب قانونيه بينتقل بهذه المطالب لاصحاب الاعمال وبيتم دراستها وتتعمل جلسات مفاوضات متتاليه الى ان يتم الاتفاق على اخذ العمال لكافه حقوقهم. ولما نقول 361 احتجاج عمال ما بين اضراب واعتصام، يعني بنتكلم على 361 مصنع كان متوقف. لو ان المصنع الواحد مثلا بيشتغل فيه 3000 عامل وفي مصانع اكتر من كده 10000 وخلافه، ف 361 مصنع في 3000 عامل يعني مليون عامل كان عندهم مشاكل في هذه المصانع. الوزاره تفاعلت الحقيقه مع هذه المشاكل، والحمد لله رجعنا 295 مصنع للعمل وحلينا 295 اعتصام دون اللجوء للاجراءات القانونيه بالتسويه الوديه. فعايز اقول احنا مش منتظرين الاحتفال عشان نتفاعل مع هذه المطالب، لا بالعكس، ده احنا من قبل كده وشغالين من شهر اغسطس اللي هو عمر الحكومه الحاليه حتى الان في التفاعل مع هذه. طب ليه يا فندم اذا كان يعني كده ليه النقابات المستقله والاشتراكيون الثوريون لم يستجيبوا مثلا لهذا الاجتماع وهذا الاحتفال في احد القصور الرئاسيه؟ المفروض قناعتهم تكون مختلفه يعني. لا انا بسال حضرتك ايضا لانكم بتدرسوا كل وجهات النظر. يعني انت حضرتك لو لقيت ان في فئه معينه بتحجم او بتعرض عن حضور اجتماعاتكم او حوارات بالتاكيد بتدرسوا لماذا اتبعوا هذه الوجهه وهذه القبله. لكن انا عايز اكد في الحقيقه ان لما الوزاره وجهت الدعوه للنقابات المستقله معظمها او عدد كبير منها لبى الدعوه وحضر عدد كبير من الجلسات الخاصه بقانون الحريات النقابيه، وما زالت حتى الان بيعقد تقريبا جلسه اسبوعيا في الوزاره، وبعض الجلسات تمت برعايه من جنيف من منظمه العمل الدوليه. هو كان في بعض ملاحظات ارسلت من بعض النقابات المستقله لمنظمه العمل الدوليه ان في عدم التزام في بعض البنود يعني، فجت لنا بعض هذه الملاحظات وتم التفاعل معها، ودعينا في الحقيقه بعض العاملين من القيادات العليا في منظمه العمل الدوليه وحضروا اللقاءات دي حضرتك في وجود ممثلين عن النقابات المستقله وممثلين عن اتحاد العمال وفي وجود الحكومه ممثله في معالي وزير القوى العامله والهجره استاذ خالد الازهري. يعني عايز اقول ان في تفاعل ومشاركه. نسب بقى التفاعل والمشاركه بتختلف من نقابه مستقله لاخرى حسب توجهاتها ومرجعيتها يعني. طيب استاذ عبد الفتاح خطاب امين عام اتحاد عمال مصر، المفروض ان في الاحتفاليه التي ستنعقد في احد القصور الرئاسيه بدلا من قاعه المؤتمرات فيما قبل الثوره هيحضر 1000 عامل ممثلين عن عمال مصر كلهم، كيف تم اختيار ال1000 دول؟ هو مش 1000 عامل، هو تقريبا حوالي 700 عامل. بقيه العدد رؤساء احزاب الوزراء اعضاء مجلس الشورى، انت فاهم حضرتك، وزاره القوى العامله برضك في افراد بيمثلوها، فبيمثل الهيئات القضائيه المحافظين في الوزراء رؤساء الوزراء السابقين، انت فاهم حضرتك، يعني قاده القوات المسلحه افرع القوات المسلحه، لفيف كبير جدا بيمثل كافه. طيب اختيار ال 700 دول، انا بسال على العمال. 700 احنا عندنا الاتحاد العام نقابات عمال مصر في مجلس اداره الاتحاد العام مشكل من 24 نقابه عامه، فمجلس اداره النقابه العامه 21 عضو، فهذا الاختيار جاء من هذه النقطة، جبنا مجالس ادارات النقابات العامه مع مجلس اداره الاتحاد العام نقابات عمال مصر. طيب انا معايا على الهاتف في البرلمان المخضرم الاستاذ سعد عبود. استاذ سعد اهلا بك معنا. معك يا باشا، سامعك. استاذ سعد، يعني الاحتفاليات عيد العمال وهي احتفاليه اعتقد تخص مصر كلها في هذا العام ستكون في احد القصور الرئاسيه، هل ترى لذلك معنى؟ هل هناك جوهر لهذه الاحتفالية يكون له مدلول أن مطالب العمال فعلا بتناقش بمناقشة جدية مع قيادات العمال ونقابات العمال لصالح العمال ولصالح الوطن؟ طبعا واضح جدا، ما دام الاحتفالية في القصر الرئاسة، لو رجعنا بالأحداث لوراء كان دائما العمال يحتفلون في الأول من مايو إما في حلوان أو في شبرا الخيمة، وكان يتعين على رئيس الجمهوريه بعد الثوره الشعب المصري اللي كافح العمال بدءا من في يوم 6 ابريل 2008 كان يوم فارق في ارهاصات الثوره، كان يجب عليه ان ياخذ مؤتمرا شعبيا للعمال في احدى القلاع الصناعيه. طبعا ما عادش لا فيه لا حلوان ولا عادش فيه سوبر الخيمه في عهد النظام السابق وجاء النظام الحالي ايضا يسير على نفس الوتيره وعلى نفس الخطى، وبالتالي
احنا نعزي انفسنا في هذا الوقت. استاذ سعد، مبدئيا اعلن ان السيد الرئيس سيزور بعض المصانع وبعض المؤسسات والقلاع الصناعيه. اذا كان هذا الاحتفال احتفال الشعب يحضره عشرات الالوف من العمال، وكان بيبقى يوم وطني للعمال رائع، لان العمال هو البناء مصر، هو العامل، هو الذي سيزور. طيب استاذ سعد، هل ذلك اجدى ان يحضر الاف العمال ويكون يعني في هذه الاحتفاليه السيد الرئيس، ولا ان هو يحضر مع ممثليهم لمناقشه مطالبهم؟ لو كان نظامه شعبي يعني ليه ما يحضروش؟ وليه ما يحتفلوش بيومهم في ميدان عام؟ ليه يحتفل في قصور رئاسه؟ والعامل يعرف ايه عن قصر الرئاسه؟ العامل عايز يبقى في الشارع مع المكنه، مش في قصر الرئاسه على الوسادات الوتيره والكراسي الوتيره. ليس العامل لا يريد هذا. نعم. العامل يريد. طيب استاذ سعد، بمتابعتك لقضايا العمال، يعني انا معايا الدكتور محمد عنتر مستشار وزير القوى العامله والهجره، يقول انه تم مناقشه الكثير من مطالب العمال، وفي 361 احتجاج عمالي اضراب واعتصام تم مناقشه مطالبهم وتم حلها فيما يتفق مع القانون. فين حل المطالب العمال؟ اولا ينفذ الاحكام اللي صدرت لصالح العمال في الشركات التي تم الحكم بعودتها، وللقلاع الصناعيه مره اخرى الحكومه هي الوحيده اللي طعنت على هذه الاحكام لكي لا تعود الشركات الى العمال. يبقى اي احتفال هذا الذي تتحدثون عنه؟ هذا اولا. ثانيا، اننا جاهدنا وناضلنا قبل سقوط هذا النظام في انشاء وكيانات عماليه مستقله، جاء هذا النظام لكي يقتلها بالقانون وبدستوره ويمنع هذه النقابات العماليه المستقله. النظام حاليا يريد ان يعرف اتحاد العمال كما كان في النظام السابق، وبيعبله كما كان وسيظل على وتيره النظام السابق. هذا هو الذي نشاهده الان. نحن انت حضرتك مش عارف ان مصر مشطوبه من 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 اتحاد عمال العالم؟ مصر مشطوبه لان موقفها من الطبقه العامله لا يحقق متطلبات الاتحاد العالمي للعمال. نعم، لكن ايضا الدكتور محمد عنتر ممثل وزاره القوى العامله والهجره الان، يعني ارجو ان تسمعني اولا استاذ سعد. لم تحقق. طيب، انا اعرض عليك استاذ سعد الان ما قاله دكتور محمد عنتر مستشار وزير القوى العامله والهجره، ان في موضوع حريه العمل النقابي بحضور مؤسسه العمل الدوليه وممثلين عنها وبحضور ممثلين عن النقابات كلها والاتحاد عمال مصر وعمال مصر كلهم بيتم مناقشه هذا الموضوع، وان قانون النقابات العماليه لم يتم يعني صدوره بشكل كامل حتى نحكم عليه، ولكن النقاشات ما زالت مستمره عليه. هل يتم يعني الاعتماد تعديله ام يتم تغييره جذريا؟ السؤال موجه لي انا؟ انا اقول لك ما ذكره الدكتور محمد عنتر. يعني بحضور مؤسسه العمل الدوليه يتم مناقشه مطالب العمال والحريات النقابيه، اذا الا تعد هذه خطوه في طريق حريه النقابات؟ لان حضرتك ذكرت ان كان هناك كيانات مستقله قام هذا النظام الحالي بالقضاء عليها وبتغول السلطه التنفيذيه عليها. طبعا طبعا. احنا لما بروح على دوله، انا كنت في المغرب لقيت المحامين لهم نقابات مستقله، عده نقابات، وكل لها هويتها الاعتبارية والشخصية القانونية المتميزة عن الأخرى. ده الكلام ده في المحامين، فما بالك في العمال. في خلافات جذرية النظام الآن مصمم عليها، وهو أنه لا يمكن أبدا إنشاء لجان نقابية على مستوى المصانع، وهو عايزها تبقى لجنة نقابية واحدة، وهذا لا يجوز في ظل التعدد السياسي. نعم. طب أستاذ سعد عبود، أستاذ سعد عبود، وحضرتك تعودنا على النقاش تحت قبة البرلمان، يعني أرجو أن تتداخل الآن مع الدكتور محمد عنتر. أنا معاك أهو معاك. والأستاذ عبد الفتاح خطاب. الأول أنا عايز أتداخل معاه بس. اتفضل أستاذ عبد الفتاح خطاب معك الآن. بس نسمع حضرتك. سيادة النائب، هو ما فيش حد يقدر يلغي النقابات المستقلة. يعني بحق بالدستور ده أصبح حق دستوري حرية إنشاء النقابات. بطمن حضرتك إن ما فيش سيطرة للرئاسة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. اتحاد نقابات عمال مصر؟ لا، في سيطره. لا يا فندم، مفيش سيطره، انا باكد لحضرتك. الحاجه الثانيه، لا اسمحني يا فندم، في سيطره ازاي يا استاذ سعد؟ مظاهر السيطره، في سيطره الاغلبيه الان اصبحت حزب الحريه والعداله داخل الاتحاد مصر، ارجو سواء باشخاصهم او بمن هم على الموالاه او على هواهم. هل يتم تعيينهم مثلا؟
يا سيدي تم احلال واحلال شخصيات من الحزب الحريه والعداله في اتحاد نقابات عمال مصر، واصبح لهم وهم الان الاغلبيه، وتم اجهاض مشروع النقابات المستقله عن طريق منع تشكيل لجان نقابيه متعدده داخل الوحده الانتاجيه، وبالتالي تم تضييق وتم من المنبع منع تكوين النقابات العمال المستقله من المنبع ومن الاساس. يبقى اقدر ابني نقابات ابني عليها ازاي؟ هناك ما دام من المنبع تم منعها للاسف دستوريا وقانونيا ايضا، يبقى انا مش هقدر اكون نقابات عماليه مستقله عملا. طيب يا فندم الاستاذ عبد الفتاح خطاب يرد عليك في هذا الموضوع. معاك يا باشا، نسمع حضرتك. سياده النائب، اتحاد العمال فيه 26 عضو، لا يتعدى عدد الحريه والعداله 5 اعضاء، ودول اعضاء جمعيه عموميه ومنتخبين، بالاضافه بيمثل كافه الطائرات في 26 تانيين. حضرتك قلت ان احنا مشطوبين منظمه عمل الدوليه، الكلام ده يا فندم مخالف للحقيقه، احنا مش مشطوبين. بتتكلم حضرتك على النقابات المستقله داخل القاعده، داخل المنشات والشركات، الوحده الانتاجيه. ده موجود يا فندم، ويمكن معاليك كنت في مجلس النواب السابق وكان في مشروع خرج من لجنه القوى العامله، الخلاصه اللي خرجت منه بعد كذا مشروع خرجوه، ده في حوار مجتمع دلوقتي، اغلبيه الحاضرين من زملاتنا والمكافحين بتوع النقابات المستقله عشان يقدروا يوصلوا لقانون يمثلنا كلنا وبحضور وبرعايه منظمه العمل الدوليه، واللي هتفع عليه العمال هننفذه، العمال عايزين وحده هنتحد، العمال عايزين تعدديه هنتحد، لا قانون ولا دستور يقدر يفرض علينا تعدديه ولا يقدر يفرض علينا وحده. احنا ده اختيارنا احنا كعمال. الحاجه الاخيره بس، نقابه المحامين او النقابات المهنيه، انا رايي الشخصي لا يصلح فيها التعدديه، لان مفترض ان هذه النقابات مهنيه تحاسب العضو المنضم اليها. وانا سعيد جدا ان انا متداخل مع طيب مالك استاذ سعد. عايز ارد عليك حضرتك في جزئيه حصلت، احنا اتكلمنا اسمعك استاذ سعد اتفضل. يا سيدي احنا عملنا جلسه وكان حضرها قبل ما يبقى وزير الاستاذ خالد الازهري، وحاولنا ان نوفق الاوضاع بين قيادات العماليه بحيث ان نصل الى اتفاق عام يحقق ما اقوله الان، وهو ضروره التعدد داخل، وكان هذه المشكله او هذا الموضوع هو اللي حطم الاتفاق، ولم نستطع ان نصل فيه لاي نوع من انواع التوافق، وكان اصرارا عميقا من الاخ خالد الازهري وزملائه على انه لن نسمح بوجود لجان نقابيه متعدده داخل المصنع. طب مصنع زي الحديد والصلب فيه 20,000 عامل، هل ده تبقى لجنه نقابيه واحده؟ هل ده يجوز ولا يصح؟ طيب اسمح لنا استاذ سعد يرد على هذه النقطه الدكتور محمد عنتر بصفته مستشار وزير القوى العامله والهجره، وسأعود اليك طبعا، لكن اخذ راي الدكتور محمد عنتر. محمد برحب بسياده النائب معانا في البرنامج، واهلا وسهلا بيه. وفي الحقيقه انا بدعو سياده النائب انه يحضر جلسات الحوار المجتمعي اللي بتتم في وزاره القوى العامله، لانه في الحقيقه لم يصدر قانون بعد، ما زالت المرحله هي مرحله مناقشه للمواد المقترحه، واللي بيناقشها حضرتك ممثلين عن النقابات المستقله، ممثلين عن اتحاد عمال مصر، ايضا ممثلين عن الوزاره، ممثلين من مختلف الاطياف. فانا بدعو حضرتك ان حضرتك تشارك بالراي وتحضر هذه الجلسات وتقترح وجهه نظرك، انه في الحقيقه لم يصدر قانون بعد حتى هذه اللحظه، ولم يتم حسم هذه المساله. فحضرتك والله لو شاركت في الحقيقه طيب يبقى موقف افضل. اسمح لي يا دكتور محمد في هذه النقطه، هو احنا عارفين. بعد اذنك يا استاذ سعد انا هوجه الاسئله للدكتور عنتر وبعد كده لو ليك تعليق. في مرسوم بقانون اللي هو رقم 97 سنه 2012 بتعديل بعض احكام القانون 635 لعام 76، صدر من الدكتور مرسي تمام سنه 2012 تمام. بتعديل القانون تمام كويس تمام. هناك من القيادات العماليه وخاصه النقابات المستقله الاستاذ كمال ابو عيطه بيقول ان تعديل القانون 35 هو اطلق عليه الغربال المخروم تمام، يعني هو ده لفظه اللي قال عليه انه ما ينفعش يتعدل، ده لازم يتلغى لان في احكام قضائيه صدرت ببطلان 12 ماده فيه، يبقى ازاي هنتعامل معاه؟ يبقى هو المفروض اساسا ينشا قانون جديد ولا يعدل فيه المواد. في الحقيقه طبعا هو خلينا نقول اننا دايما بنيجي نتكلم على قانون نشوف كل الاطراف المهتمه بهذا الموضوع،
وكل الاطراف تقعد تتناقش، كل طرف له وجهه نظره. ما ينفعش ناخد وجهه نظر طرف وحيد وهي التي تفرض على الجميع وبيصدر بها قانون. واحنا قلنا ان في الحقيقه لم يصدر حتى الان قانون لصدر ده تعديلات مادتين او حاجه في القانون السابق، لكن المطروح حاليا وما يتم مناقشته في جلسات الحوار المجتمعي التي الحقيقه تعقد اسبوعيا في وزاره القوى العامله، وبجدد الدعوه لسياده النائب انه يشاركنا الحوار فيها، ان كل الاطروحات موجوده. في ناس بتقول والله يا جماعه نطرح ونشوف قانون جديد تماما، اوكي ده مقترح وبيتم مناقشته، اخرين بيقول لا احنا ممكن نعدل على القانون الحالي برضه ده مقترح وبيتم مناقشته، فكل وجهات النظر بتتحط على الترابيزه وكل الاطراف المهتمه بتقعد تتناقش. طيب. وما يتم الاتفاق عليه هو اللي يصاغ بشكل مشروع قانون طبعا لم يصدر قانون. دكتور عنتر، استاذ سعد عبود ذكر نقطتين في غايه الاهميه. اتفضل. حضرتك ذكرت في البدايه ان في احتجاجات للعمال واعتصامات واعتراضات وصلت ل 361 وتم حل جميع مطالبهم. استاذ سعد بيقول لك طب ما تحل اهم مشكله وهي احكام صدرت للشركات بعودتها بعد توقفها، وانتم الذين تعمتم عن هذه الاحكام كممثلين للحكومه. كويس. هي الحقيقه السؤال الخاص بالاحتجاجات العماليه اللي هي 361 احتجاج عمالي ما كانتش كلها خاصه بشركات تم خصخصتها وبعد كده طلع احكام بعودتها الحكومه، لا ده معظمها كانت مجرد صحيح. مطالب للعمال بارباح بالوجبه بتحسين ظروف العمل وهكذا، عشان بس ما يخص هذا الشيء ما ركبش الرقم ده على حاله مختلفه يعني. اما فيما يخص الشركات التي صدر بشانها احكام فدي مساله بيتم دراستها في مجلس الوزراء وهم ادرى بهذا الموقف، وهم يقدروا حضرتك تخاطبهم اي خاطبهم سياده النائب ويتداولوا فيها ويشوفوا ايه المناسب. يعني وزاره القوى العامله ما لهاش موقف في هذا الموضوع قانوني او رسمي؟ لا هو اللي بيخاطب اللي بيتكلم يا فندم الحكومه. لا يا فندم، هو الشركات دي بعض حسب ملكيتها، بعضها بيعود للصناعه، بعضها والاستثمار، بعضها يعني، لكنها ليست تحت مظله وزاره القوى العامه. نعم. فيسال في ذلك مجلس الوزراء وهو ادرى بذلك. طيب يعني. هذا يعني هذا التوضيح سيعقب عليه الاستاذ سعد عبود، لكن ايضا ساسال حضرتك على لسان الاستاذ سعد عبود ان ليه الوزاره وزاره القوى العامله لا تسمح بالتعدديه النقابيه في اللجان النقابيه؟ المساله ما زالت مطروحه للنقاش. مثلا مصنع الحديد والصلب اللي فيه 20,000 عامل. تمام. لا هي الفكره ايه؟ هي الفكره لما نقول المساله مطروحه للنقاش يبقى ما زال لم تحسم بعد، وهل يبقى في تعدديه ولا يبقى في وحده؟ ده ما يستقر عليه العمال هو اللي هيمشي، ولكن خلينا نقول بس هو ذكر على لسان الوزير خالد. والله هو يسال عن ذلك. هو يسال عن ذلك، لكن بتكلم مساله ما زالت مطروحه للنقاش ولم تحسم، ولكن خلينا نقول مش كل المصانع فيها 20,000. لو مصنع فيه 100 عامل، لو قلنا فيه تعدديه وعملنا 10 لجان، كويس؟ كل لجنه فيها 10 افراد، وكل لجنه بيمثلها شخص، صاحب العمل هيتفاجئ ان داخله 10 افراد كل واحد مع مجموعه عاملين نقابه بمطالب متضاربه، هيتعامل مع مين؟ فخلينا نقول المساله ايه؟ تطرح للنقاش وما فيه الصالح العام بما يحقق مصالح العمال من ناحيه، ومصالح المصانع من ناحيه ثانيه، ومصالح الاقتصاد القومي من ناحيه ثالثه، ده اللي بيتم مناقشته على الترابيزه وما يتم التوصل اليه، تحقيق كل المصالح يبقى جو اهيد ونشتغل عليه. طيب تعليق على ما قيل استاذ سعد عبود، اتفضل يا فندم. ايوه بالنسبه للدعوه انا شاكر الافضال على هذه الدعوه الكريمه وسوف البيها لحب العمال مصر لانهم هم اداه بناء مصر الحقيقيه، هذا اولا. ثانيا هو حضرتك بيقول ان تنفيذ الاحكام ده من اختصاص ليس من اختصاص وزاره القوى العامله. لا دي المسؤوليه الوزاريه مسؤوليه تضامنيه. المفترض ان الوزاره كلها متضامنه في تنفيذ الاحكام، والاحكام صدرت وتنفذ. واذا كانت الحكومه لا تنفذ الاحكام يبقى بتدي للمواطنين ذريعه عدم تنفيذ الاحكام. هذا اولا، واحكام نهائيه وباته وهي عنوان الحقيقه. اما مساله التعدديه فهي احنا كان جانا مشروع قانون للعمال في لجنه القوى العامله في المجلس قبل ان يتم حله، وجلسنا جلسه واثنين وثلاثه وناقشنا المشروع ده راح فين. انا مستعد اجي واحضر معاكم وتوجهوا بس تقولوا لي المكان اللي موجود فيه. حضرتك تشرفنا في وزاره القوى العامله يا فندم. نريد ان ينتهي الحوار لحوار حقيقي وجدي وليس. طب هيجاوبك في النقطه دي استاذ سعد عبود يعني، وارجو ان لا نكون اطلنا عليك. الاستاذ عبد الفتاح خطاب امين عام اتحاد عمال مصر، فين المستشار؟ انا اطمن عليك يا سياده النائب ان ما توصلتم اليه في لجنه القوى العامله في مجلس الشعب هو ده الاساس ان احنا بنبني عليه كممثلين عمال من كافه الاطياف. واحب اكد على حضرتك ان انا ارفض ان التعدديه تفرض بقانون او الوحده تفرض بقانون. لو النهارده في مصنع فيه 20,000 والعمال عايزين يتحدوا بيتحدوا، لكن مفيش حاجه تمنعهم ان يكونوا لجنه ثانيه ولجنه ثالثه، ده حق العمال. وشعارنا احنا
يا عمال العالم اتحدوا، وانا شخصيا رافع شعار يا عمال مصر اتحدوا، نحط اسس عشان نقدر نكفل الضمانات اللي تقدر تعمل انتخابات بقمه النزاهه والشفافيه، وننتخب قيادتنا من القاعده لحد القمه في جو ديمقراطي. انا اعتقد ده هيبقى اكبر قوه للعمال، ان في اتجاه واحد هو اللي بيطالب بحقوقهم. طيب، وفي نفس الوقت لو حد عايز يعمل تعدديه يعمل تعدديه. تعليق اخير استاذ سعد عبود. ما احنا انا معاك ان يا عمال مصر اتحدوا، بس مش اتحدوا تحت اللواء حزب الحريه والعداله، لا يا فندم، تحت علم مصر. هو طبعا اللي احنا عايزينه ولا احنا نريده؟ طبعا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ سعد عبود البرلماني المخضرم. ويعني حضرتك لو وزنت لي برضه ليا تعليق، عايز اكد على اللي قاله معالي الاستاذ خطاب، ان مصر مش مشطوبه من منظمه العمل الدوليه، مصر عضو في مجلس الاداره، ومعالي الوزير حضر اجتماعات مجلس الاداره الشهر الماضي، ودعينا وفد من منظمه العمل الدوليه شرفنا في الوزاره، وهذا الوفد يشارك في حوارات مناقشه قانون الحريات. بس كان في عقب الثوره حوار حول ذلك، انها تم وضعها في القائمه السوداء. لا لم يحدث هذا، ولكن التعامل السيء مع العمال ان احنا في عقب الثوره قبل انتخابات الرئاسه. مفيش قائمه سوداء، مفيش حاجه اسمها قائمه سوداء. كان في ملاحظات، في فزاعه في قائمه طويله وقائمه قصيره. بس السنه يعني اللي فاتت قائمة طويلة، انا كنت في نظر قائمه في الملحوظات الطويله، دول عديده بيختصروها في قائمه ملحوظات قليله بتبقى عليها قصيره، بيبقى عليها بعض الدول. وانا عايز اطمن حضرتك، انا كنت في اجتماع منظمه او مؤتمر العمل الدولي السنه اللي فاتت، لغوا حاجه اسمها قائمه قصيره بالضبط. وقائمه طويله بالضبط. وعايز اكد كمان ان كل اللي موجود هم 7 ملاحظات فقط ارسلته منظمه العمل الدوليه للوزاره، الوزاره بتناقشهم ويتم الرد عليها ومراعاتهم في طيب قانون حريات النقابه. احنا عايزين نتكلم على المطلب الخاص بسرعه اجراء الانتخابات العماليه والعمل على عوده المؤسسات المخصصه لمظله الدوله. يعني البعض بيقول ان الحكومه بتتعمد، وزارة القوى العامة، لأنها تأجل هذه الانتخابات. هل موضوع إجراء الانتخابات مرتبط بصدور هذا القانون الذي تتم مناقشته حتى الآن؟ هو زي ما حضرتك عارف إن في 7 ملحوظات زي ما قال معايا الدكتور على قانون 35، أنا بعتبره بلا أو عفى عليه الذنب. والقانون ده بينظم العمل النقابي داخل اتحاد النقابات، يعني المسؤول عن القانون ده. طيب ما هو في مرسوم بقانون بتعديله، يعني تعديل بعض المواد، مادتين فقط. مادتين والمادتين يعني ليهم وجهة نظرهم اللي أنا شخصيا بحترمها. إن أنا طالما عديت وانتهت علاقتي التعاقدية مع صاحب العمل، ما ينفعش أمثل عمال. هناك نقابات للمعاشات ممكن أمثلها. ففي 8 مواد محكوم عليهم بعدم دستورية محكمة دستورية. لهذه الأسباب ما ينفعش أجرى الانتخابات على هذا القانون. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك إن المفتاح السحري هو إجراء الانتخابات. يعني لو تم إجراء الانتخابات النقابات العمالية، أنا متخيل إن وضعها تهدى، أو حتى في المرحلة القصيرة القادمة، أنت فاهم حضرتك؟ مفترض في مجالس إدارات للشركات، مفروض دي قانونها يصدر، وكان وزارة القوى العاملة قالت إن هي في إطارنا يطلع قانون من مجلس الشورى وتجرى هذه الانتخابات، وأنا شايف إن بعدها على طول نسرع في عمل قانون الحريات النقابية أو النقابات العمالية. طيب، ونجرى الانتخابات. طيب دكتور عنتر، ادي في عندنا قانون لسه بيتناقش، تمام، وانتخابات متعلقه بالقانون وما ينفعش يتعمل دلوقتي، تمام، لحد ما ده يحصل حق العمال فين؟ خاصه مثلا في حاله زي الفصل التعسفي، تمام، مين يضمن العمال؟ وزاره القوى العامله. وهل انتم مرتبطون بحل مشاكل العمال الذين يتظاهرون ويحتجون؟ يعتبر تصريح ضمني بانك لن تحصل على حقك الا اذا وقفت في الشارع وقطعت الطريق. العمال بيقولوا كده، الوزاره ما بتسمعناش غير لما نحط العجل المحروق في الشوارع. لا، في الحقيقه وزاره القوى العامله هي دورها الرئيسي هو خدمه عمال مصر والحفاظ على حقوقهم. هدي بعض الارقام، احنا تلقينا 9150 شكوى فرديه من عمال بيشتكي ان صاحب العمل لا يعطيه حق. بالفعل عندنا اداره كامله اسمها اداره علاقات العمل، وعندنا 27 مديريه موزعين على مستوى مصر، فيهم 309 مكتب عمل، منهم ناس متخصصين ان هو يروح يشوف المشكله فين. 9150 شكوى تم حل 7200 شكوى بالشكل الودي، يعني بيروح ممثل الوزاره يقابل العامل ويفهم منه المشكله، ويروح لصاحب العمل ويعرف منه المشكله، ويقعد الاثنين مع بعض ويحل المشكله. فلما كنا تلقينا 9150 شكوى، حلينا بشكل ودي 7200 شكوى، معناه ان الوزاره بتسعى في خدمه العمال، ودي شكاوى فرديه يا فندم. في حضرتك كمان شكاوى جمعيه، شكاوى جمعيه مجموعه من العمال بيجوا مع بعض بيشتكوا من صاحب العمل. تلقينا، وطبعا الارقام دي كلها من اغسطس حتى نهايه مارس اللي هي فتره الحكومه الحاليه، 966 شكوى جمعيه، مجموعه 3 4 5 6
عمال بيجوا يشتكوا صاحب العمل بنفس الطريقه. فريق الوزاره، والحقيقه بنتهز الفرصه بوجه الشكر لفريق العمل بالوزاره بشكل عام وفريق العلاقات العامه والمفاوضه الجامعيه على جهدهم. 966 شكوى جماعيه، منهم حضرتك 841 شكوى تم تسويتها بشكل ودي، بينزل الفريق. طيب دكتور اسمح لي، اذا احنا الوزاره بتخدم العمال، اسمح لي حضرتك يا دكتور بتسعى في، ممكن حضرتك تحط نفسك مكان العمال؟ تمام، عشان نعرف العمال عايزين ايه. حضرتك لو ظليت تنظر بعين المسؤول ربما لن تصل الى مطالب العمال وواقعهم وحياتهم اليوميه. تمام، واكيد ده موجود عندكم في علم الاداره، لكن احنا نتلقى الشكاوى بنتعامل معاها. بالظبط، ربما ينظر احد المختصين واحد العاملين والخبراء في الاداره وانتم على راسهم يعني طبعا، ان ما يتم هذا ليس من الاداره الذكيه في شيء. سامحني، من الممكن انا اتحدث على لسان الاخرين، من الممكن ان ننظر الى ان الوزاره تتبع حلول المشاكل بالأزمة أو بالموقف، ليست هناك رؤية، ليست هناك استراتيجية واضحة، ليس هناك بنية تحتية لحل مشاكل العمال المصرية من غير شكاوى العمال. لماذا تنتظرون مشاكل العمال؟ يعني إيه 9000 عامل يشتكوا؟ يعني ما فيش حد بيوصل لهم قبل الشكوى. كويس، بس يا فندم في الحقيقة في مقترح في هذا الاتجاه أن يتم تشكيل لجان في المناطق اللي هي المناطق الصناعية اللي فيها تركز لمصانع أو شركات، يمثل فيها حد من جمعيات المستثمرين بيمثل أصحاب الأعمال، حد من اللجان النقابية اللي موجودة في هذه المنطقة، بالإضافة لممثل عن مديرية القوى العاملة اللي في المنطقة. وهذه اللجان موجودة بصفة مستمرة وبتعمل شيء من المتابعة الدورية، بحيث قبل ما تحصل الأزمة وقبل ما يحصل الاعتصام بناخد إجراء وقائي مسبق بل حضرتك ونتعامل مع هذه المشاكل. وإحنا في الحقيقة عندنا مفتشين اسمهم مفتشين العمل، دول منتشرين في 309 مكتب على مستوى الجمهورية، بيقوم بعمل التفتيش الدوري على المنشآت. والتفتيش نوعين، تفتيش على مدى التزام صاحب العمل بقانون العمل، ان هو بيأمن على العامل وبيدور الحد الادنى للاجر، انه بيوفر له بيئه عمل كويسه اند سو اون. الاضافه الى ذلك تفتيش السلامه والصحه المهنيه، لو بيضمن ان بيئه العمل صالحه وبتحافظ على حياه العامل وخاليه من المخاطر اللي بتهدد حياته، وده تفتيش بيتم بشكل دوري. هذا التفتيش حضرتك بيساعد كتير جدا ان مشكله وهي لسه في بدايتها بيتم التعامل معها مبكرا قبل ما تتحول لاعتصام. ده بيتم، لكن في الحاله الثوريه العامه اللي البلد فيها بتجد ان مهما كان قدرتنا على التفتيش في المناشآت لابد تحصل بعض الاجراءات. طيب استاذ عبد الفتاح، انا عايز اوضح لحضرتك، يعني انا عايز ان الاشعل فتير الثوره دي هم العمال، واشعلوها لان عانوا من ظلم وقهر طيله اكثر من 30 عام. لو احنا اتكلمنا بعد الثوره على طول، العمال توقعوا او تاكدوا او كان عندهم يقين انهم هيتلبوا كل مطالبهم. الخطاب للعمال ما كانش فيه صدق بعد الثوره. انا اعتقد خطاب من مين؟ من القياده اللي كانت موجوده بعد الثوره على طول. الفتره الانتقاليه خاطب الناس بالعكس، كان اول ما عمل من اول انتخابات الرئاسه كان في صدق في الخطاب. عايز اقول لحضرتك بنتحسس، ويمكن الشهر ده ان نحس ان في حاجه. انا متوقع الاسبوع ده بالذات. ايه اللي مخليك متفائل يا فندم؟ لان احنا حطينا ايدينا على حضرتك. ممكن حد يعتبرك ظهير للحكومه اتحاد عمال مصر؟ لا خالص. ليه؟ لما حضرتك متفق معاهم في كثير. لا انا عايز، انا لسه عايز اوضح. اتحاد عمال مصر خالص، احنا ليس لنا. اثبت لي يا فندم. ما انا بثبت لحضرتك ان احنا حطينا ايدينا على الحلول. حضرتك بتتكلم على ضربات واعتصامات، دي كانت الطريق عشان الناس تاخد حقوقها المسلوبه والمشروعه. النهارده لما جينا احنا حطينا ايدينا، العمال بتعمل ضربات واعتصامات ليه؟ بتعمل ضربات واعتصامات عشان مستحقات ماليه. عايزين حد كرامه يقدروا يعيشوا منه، يوفر لهم حياه كريمه. عايزين حضرتك ارباحهم في شركاتهم ومصانعهم كمشاركه في هذه الشركات وفي ادارتها. عايزين تثبيت عماله مؤقته. الفصل التعسفي، احنا عندنا اكتر من 30,000 عامل مفصول، في منهم كتير واخد احكام قضائيه لازم يرجعوا. في المصانع اللي قالها سياده النائب سعد عبود دي تقدمنا بيها النهارده لرئيس مجلس الوزراء. حضرتك بتذكر لي ده على اساس انه تم حله، ولا انتوا عشان بتناقشوا؟ هي دي خريطه الطريق اللي احنا طالبينها من الحكومه. مش عايزين زي ما حضرتك قلت مجرد بنحل مشكله او رد فعل لمشكله. استفدنا من المطالب دي كانت بتعرض على الحكومات السابقه في عهد النظام السابق. دي انا ما شفتهاش في عهد النظام السابق. دي لا، يعني الاختلاف هيكون في مدى استجابه الحكومه لهذه المطالب، ومدى متابعتنا، ومدى اصرارنا، ومدى الاليه اللي احنا نتخذها لو ما شفناش في صدق في الخطاب. اتحاد عمال مصر ممكن يعمل ايه لو ما فيش تحقيق لهذه المطالب؟ اتحاد عمال مصر ممكن يعمل كتير جدا. اتحاد عمال مصر ممكن يعلن الاضراب العام او العصيان العام في مصر لما يحس ان ما فيش نيه صادقه، ما فيش خطاب صادق،
انت فاهم حضرتك؟ مفيش آلية لتحقيق ده، لان احنا عندنا دستور، الدستور ده ادى استحقاقات كتير جدا للعمال. احنا مستنيين تفعيل هذه الاستحقاقات، احنا مستنيين تقريب الفارق بين الدخول، مستنيين العداله الاجتماعيه. ايه اللي ممكن يحصل على المستوى العاجل اللي يشعر العمال ان في اختلاف زي ما حضرتك قلت في البدايه ان في اختلاف في هذا العيد عن سابقه؟ الوثيقه الحقوق العمال اللي احنا مقدمينها ومقدمينها بكل قوه، والحلول حتى حلول لاعاده تشغيل اكثر من 3000 مصنع. اتحاد العمال عامل دراسه وافيه ازاي يقدر يشغل ال 3000 مصنع. شكرا جزيلا استاذ عبد الفتاح خطاب امين عام اتحاد عمال مصر، والدكتور محمد عنتر مستشار وزير القوى العامله والهجره. والله عايزين نتكلم معاكم اكتر لان الجزيره مباشر مصر بتهتم جدا بمشكلات العمال، سواء شكواهم او تقديرهم يعني على الجانبين. بشكركم شكرا جزيلا، كما اشكركم مشاهدينا الاعزاء. بعد الفاصل سنتحول الى الزميله سوزان الجزامي وعرض الاهم واخر الاخبار. زي ما بقى في سوق للبلطجه في سوق للكحول. فين الكحول دوت؟ فين الكحول؟ فين وما حدش عارف فين، مين صباح ولا فين؟ ممكن تكون ميته، ممكن تكون في الصعيد، ممكن تكون موجوده وما حدش عارف هي مين. لما انت عارف ان هو غلط ما بتروحش ليه تبلغ النيابه؟ هتحافظ على دول؟ سكتت ليه؟ يبقى انت مش هتعرف تحافظ عليهم.